بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أشرف المرسلين. في البداية بغي نوضح وخرج غنخرجوا بهذا الفيديو هذا نظرا لما لحق من ضرر لعائلة بوطيين، فبسبب اسمي محمد بوطيين الشقيق الأكبر لعبد الملك بوطيين، ونظرا لواحد الشريط اللي خرج في اليوتيوب وكان واحد فيه واحد التشهير بالاسم العائلي وأوصاف قداحية في حق العائلة واللي سببت لنا واحد الضرر كبير سواء للعائلة كاملين لا الكابين تاع مولا الصغير، وهذا هو الدافع الأساسي اللي كيجعلني أنني ندخل في هذا الفيديو هذا لتوضيح بعض الأمور الواضحة باش نعرفوا المستهدف اللي كان مستهدف اللي هو رئيس الغرفة، ولكني كان تشهير بالاسم العائلي. إذا فتوضيحات هذه الامور هذه اللي كاين بخصوص لان الضرر اللي لحقنا هو الحق الكبير والصغير، العائله الافراد العائله كاملين، الكبار اللي هما العائله نتاعنا، الاخ والاخوات والاخوات نتاعنا، الاشقاء نتاعنا، وايضا الاخوال ديالنا اللي كنا تحت الرعايه نتاعهم اللي ضروا بالاسم نتاعهم وضروا بالاسم نتاع بوطيين. فما كناش غنخرجوا بهذا الفيديو هذا لو كان الوقفه احتجاجيه كتستهدف رئيس الغرفه بالصفه نتاع رئيس الغرفه وما تذكرش الاسم نتاعو، فحنا تفاجئنا ان الاسم نتاع عبد الملك بوطيين يتكرر كانه لازمه، وهذه اللازمه هذه معناها ان هذا كان كيتستهدف الشخص والعائله نتاع الشخص، في حين ان هذه بانت لنا بان هي مؤامره سياسيه وانتخابويه قبل الوقت نتاعها، واقحام الاسم نتاعنا كاشخاص داخل هذه اللعبه الدنيئه اللي غادي نقولوا عليها انها دنيئه لان كانت مموله من اطراف الله اعلم بها. اذا ما اساء لنا كعائله بوطيين وما لحقنا من ضرر، اعيد انه ما لحقنا من ضرر من افراد العائله من الشقيقتين تاعي وانا شخصيا والاخ نتاعي وليداته، وعندنا اطفال صغار في المؤسسه التعليميه ولو محرجين انهم يجاوبوا الاساتذه نتاعهم الاصدقاء نتاعهم بهذا الاسم هذا اللي ولا كيتكرر وكيوجدوا الاسم العائلي نتاعهم صدفه كيروج في وسط اليوتيوب او باوصاف قداحيه، وعندنا احفاد هما تقاسوا وضروا كانت عندهم ولاحقهم ضرر نفسي وهذا هو اللي جعلنا اننا نضر كأخ الشقيق الأكبر ومسؤول على هذه العائلة هذه معنويا، جعلني أنني مضطر أنني ندخل ندير هذا الشريط هذا باش نوضح واحد المجموعة نتاع النقاط اللي مفروض عليا نوضحها ونرد الكرامة نتاع العائلة نتاعي وأيضا والاسم العائلي نتاعنا، ونوضح لهاد الناس هادو اللي قالوا هاد السيد هذا اللي ما يسمى بالمنسق الوطني. وأنا غادي نقول واحد القضية هذه غنقول لك واحد القضية هذي باش نقول أنا ما غنجبدكش بالاسم نتاعك شخصيا، لأن المثل تيقول كل الشاعر كيف كيقول لا تنعم خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم، فأنا ما غاديش نجبدك الاسم نتاعك الخاص باش ما نشوفكش، لأن داكشي اللي لحقنا حنا كعائلة من العائلة نتاعنا سواء قلت لك الكبير أو الصغير ما نبغيش يلحق لك العائلة نتاعك لا الوالدة نتاعك ولا الوالد ولا عندك أطفال ولا الأصهار ديالك من سابك، ما بغيش أنا يلحق لك هذاك الضرر. حنا ماشي مربين على اننا نوصلوا لهذاك المستوى، ولكني غادي نهضر معك على اساس ما يسمى وكيف وصفتي انت نفسك المنسق الوطني، وان كان وهذا المنسق الوطني راه بين الاف نتاع الاقواس ماشي قوسين فقط، ما بين عشرات الاف نتاع الاقواس، لان هي واحد المنسق الوطني كبيره بزاف وكتطلب واحد المجموعه، لان حنا في دوله تاع المؤسسات ودوله تاع الحقوق، وباش غندير جمعيه ولا تعاونيه ولا تنسيقيه راه عندها مراحل، وباش نولي نهضر باسم نتاعها خاصني يكون عندي واحد الصفه اللي هي رسميه وقانونيه، وهذا الشيء هذا عنده علامه استفهام كبيره ما ندخلش معك فيها، ولكن غنخاطب كيما انت قدمتي نفسك منسق وطني. اذا باب عودت لك عشرات الاقواس. اذا السيد المنسق الوطني اللي ما كتعرفوا شيء واللي قلتي لنا انا غادي نعطيك واحد نسرد عليك واحد دقيقه ولا دقيقتين على ان باش نعرفوا هذاك اللي قلتي لنا قليل الترابي، وهذا اثر في ذاك كثير جدا، ليكون في علمك السيد المنسق الوطني بين قوسين ولا بين عشرات الاقواس، ليكون في علمك ان هذاك السي عبد الملك البوطيين اللي هو الشقيق الاصغر ديالي، اولا انه عرف اليتم وهو عنده 6 سنوات، وتربى في واحد الاسره اللي هي اسره صناعه تقليديه،
وهاد الاسره نتاع الصناعه التقليديه الا ما كنتيش كتعرف ولا ما كنتيش كتعرفها غادي نعرفها لك انا الان ونعطيها لك باش تعرف شنو كاين. هاد السي عبد الملك البوطيين اللي هو تيعرف اليوتيوب سميتو راه تربى تحت العان تحت الرعايه نتاع الاخوال ديالو، الاخوال نتاعو اللي هما معروفين بالصناعه التقليديه ومعروفين على نار على علام مدينه مكناس واللي هما العائله نتاع السنتيسي. هذا نقول لك دير بانه هو سليل الحاج دريس السنتيسي اللي هو معروف ما يدري الزرون واللي غادي تشوف دابا الصوره نتاع الصومعه نتاعو الوحيده والفريده في 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 المغرب واللي هي صومعه دائريه. هذاك الحاج دريس السنتيسي رحمه الله عليه واللي عنده دابا الان الاف الاحفاد وحنا من بيناتهم. هذاك الحاج دريس السنتيسي راه صوب واحد الصومعه اللي قلت لك فريده في المغرب، ما صوبهاش غير من جيبو ماشي مولها ماديا لا بالانامل ديالو بالانامل نتاعو بالانامل نتاع الفنان. وغادي تشوف الصوره نتاعها وسير بحث عليها وغادي تعرفها كيفاش دايره. وايضا هذا الحاج دريس السنتيسي اللي هو الجد المباشر لعبد الملك البوطيين، الجد المباشر الاول الاب نتاع الام ديالو. فهذاك راه هو ايضا هو اللي بنى هو اللي صوب السقايه الكبيره اللي كاينه في الهديم. وغادي تمشي تشوفها ايضا هود المكناس وسول شوف السقايه وشوف اي تاريخ نتاعها وابحث عندك الوسائل باش تبحث فيها. هاد عبد الملك البوطيين اللي هو سليل هاد الاسره هادي تربى تحت على الكنف نتاع الاخوال ديالو اللي هما ايضا ورثوا هذيك الصناعه التقليديه من باهم اللي هو جد عبد الملك اللي هما الحاج احمد السنتيسي اللي بنى مسجد الازهر بمدينه مكناس والحاج محمد السنتيسي اللي هو نار على علم في مولي ادريس الزهور والحاج الباشير السنتيسي اللي هو باقي لحد الان بالحياه الله يشافيه واللي اثر فيه ذاك الاسم نتاعك واللي كتقول له قليل التراب لانه هو الاب الروحي نتاعو وعبد الحق السنتيسي اللي هو ايضا صانع تقليدي في الزليج البلدي بمدينه مكناس والله يرحمه ويغفر لنا ولاه ومجموعه من تاع الناس اللي كانوا. هاد عبد الملك السنتيسي هادي 45 سنه وهو في الحرفه نتاع الصناعه التقليديه 45 سنه من 75 يا اخي وهو كيتعلم. وفين منين دخل هاد الحرفه هادي بداها من الصفر. عرفتي شنو هي زعما من الصفر في طنجات؟ انا نعطيها لك ديال السيد الملصق الوطني بين مجموعه من الاقواس. هذاك من الصفر هو انه في البدايه نتاعو اسيدي خدم كان تعلم كيهز الخشب كيمشي يديه للماكينه ويردو في وسط الدروب القديمه نتاع مدينه مكناس واللي هي كتشبه كثيرا مدينه فاس. الدروب نتاع المدينه القديمه نتاع مدينه فاس بداها من الصفر كيمشي يدير الخشب للماكينه ويجيبو ودوز مده منها ومن بعد منها ولا كيعطيو الكروسه ويدي بها الخشب الى الماكينه ويردها للمحل نتاعو. ومن بعد منها تدرج وحتى ولا كيساعد الصنايعيه اللي عندهم في المحل. ومن بعد منها دوز ولا كيصور 400 درهم في السيمانه و30 درهم في السيمانه و40 درهم في السيمانه و50 درهم في السيمانه. هو هو غادي كيتدرج في الحرفه وتيشربها ما وصل المعلم اخي حتى وصل ما ولا معلم حتى دوز سنوات وسنوات وتعرض للظلم ما عند المعلمين تاعو. ولكن كان دوك المعلمين تاعو اللي هما معلمين كبار في مدينه مكناس في تنجرات وفي الخشب لا كانوا مرض كيربيوه وما عمره هز عينو في شي معلم تاعو بالعكس. والدليل على هذا ما غاديش نقول لك انايا غادي مازال كنسرد لك كيفاش وصل. فكان كيحترم المعلمين تاعو واحد الدرجه نتاع التقديس ماشي غير هو ولكن جميع الصنايعيه اللي كانت تاسف انني نشوف هذا الجيل نتاعك نتايا بحالك دابا الان وتقول وتجيب بطريقه بسيطه وتقول واحد اللي هو تربى على يد اخوان تاعو اللي هما صناع تقليديين وعلى معلمين كبار اللي كانوا كلهم كان تحت يديهم وتربى على يديهم وتجي تقول له ببساطه وبواحد بنت شيفة وتقول له قليل الترابي. والله ما عرفت شكون هو قليل الترابي. انا غادي نقول لك شكون هو قليل الترابي من بعد غتكتشفوا انت نفسك انت كخصم ولكن انا بغيتك انت تكون كحاكم وغتحكم على من بعد حيت نسرد لك هذا الشيء هذا حكم على سميتو. هذا السي عبد الملك البوطيين يا اخي اللي انا كنتشرف انه يكون الشقيق نتاعي اصغر نعلمك عليه ايضا على انه ما تدرج وصل للمعلم وتستقل بذاته تدوز واحد 20 عام في الحرفه وتيشم مع عند المعلمين الكبار واللي داروا حتى داروا فيه الثقه وعطاو الرضا نتاعهم ومن الوفاء نتاعو. راه تقدم للانتخابات في التسعينات وكان كمستشار في الغرفه نتاع الصناعه التقليديه بالموافقه نتاع
النص الصناعي التقليدي اللي انتخبوا عليه، وكان في المعارضه ودافع على الحصص الصناعي التقليديين، وداز في 2003 وكان ايضا عاوتاني في الغرفه كمستشار، وحتى 2009 عاد استطاع انه يكون رئيس، وماشي هو اللي قبل يكون رئيس. لا يا اخي، راه الناس اللي قدموه، الاعضاء اللي كانوا معاه في الجهه نتاع مكنه السافلات، راه هما اللي قدموه وعطاوه. ومن بعد ولا رئيس، راه اول حاجه دارها يا اخي، الا كنتي كتبع الصناعه التقليديه وكتعرف، باش نوضح لك، لان العائله ماشي سهله باش تجي تتبع العائله وتخلق لها الضرر هذا. والسيد دايرنا مشرفنا كعائله، لان داك المنجزات نتاعو اللي دارت من 2009 هو كرئيس، خلينا من قبل ما يكون رئيس، ولكن من ولا رئيس شرفنا العائله نتاعنا، ورفع الاسم نتاعنا عاليا، وبدون محسوبيه وما كاين لا زبونيه ولا والو، دير واحد الاستطلاع بسيط وهود المكناس في هذيك 2009 2015، وخذ المعلومات الكافيه، ما تجيش في واحد اللحظه نتاع البلاغه ونتاع سميتو تقول قليل الترابي. لا حول ولا قوه الا بالله. نزيدك يا اخي، راه اول معرض داروا في مكناس اللي هو المعرض الجهوي، المعرض الوطني للخشب، وكان هو صاحب الفكره مع الاعضاء نتاعو اللي كانوا معاه في جهه مكناس في التافيلات، وكان اول معرض وطني تاع الخشب، واللي بانوا فيه معلمين تاع الخشب، واللي بينهم من جميع الوطن. وهذاك المعرض الوطني اخر عمل جوج دورات، ولا معرض دولي، ولا الدول كتطلب باش تشارك فيه بداك المعرض، وشاركوا فيه دول افريقيه ودول عربيه. ما كتعرفهاش هذه القضيه هذه، وكيرجع له الفضل يا اخي، راه هو معلم. ولكن اللي غريب اللي كتقول له انت قليل الترابي، هو انه ما نساش المعلمين ديالو، كان كيكرمهم في هذاك الخشب. دوك الناس، دوك الصنايعيه التقليديين الحقيقيين اللي هما معلمين واساتذه، كان كيكبر فيهم. كاين اللي فيه عنده 90 عام و95 عام وباقي بالحياه، وكيجيبو من الركنه تاع البيت نتاعو، وتيجيبو كيكبر به وكيشرفو قدام احفاد نتاعو، قدام صنايعيه جداد، يقول لهم هذا راه معلم كذا، وكيعطيه الشواهد وتيكبر به. وهذا الشيء هذا من بعد ما ولات، من بعد ما جات الانتخابات 2015 وعاوتاني دفع كرئيس نتاع الجهه. هنا في رئيس الجهه خصك تعرف واحد القضيه، راه كاين اخي تما في ديك الجهه نتاعكم نتاع الغرفه، راه كاين 82 عضو اللي كيمثلوا 9 الاقاليم. واش عرفتي شحال صوتوا عليه في هذاك الاجتماع باش يكون رئيس؟ 75 صوت. والاخرين دوك 7 الاخرين تحفظوا، ما صوتوش بلا، تحفظوا ورجع للمحاضر. هذوك يا اخي، دوك 82 عضو اللي كاين في الغرفه نتاع الجهه نتاع فاس مكناس، ولي 75 صوتوا على عبد الملك بوطيين، فهمتي؟ وكتجي انت بسهوله وببساطه، وفي اللحظه نتاع التعنت ونتاع سميتو تقول كيشريهم. واش كتعرف هذا عبد الملك اللي غادي يشريهم شكون هو؟ راه عبد الملك راه ما عندوش حتى الدار فين يسكن، راه هو كيشريها بالكريدي، باقي تيخلصها بالكريدي، فبالاحرى انه يشري 75 عضو. واش كتعرف الناس، واش كاين اعضاء اللي كاين في بولمان، في الجبال نتاع بولمان، وكاين اعضاء اللي هما كاين في تاونات، سير تسول عليهم في قريه بابا محمد وعين عيشة وفي مديونه، وكاين الناس اللي في الحاجب، وكاين الناس اللي في ازر، واش غادي يجمع الناس ويعطيهم الفلوس يشري دارو بعد لولادو؟ مع الاسف اسفتينا، طيحتينا من سميتو، ضريتينا ولحقتي بينا الضرر داخل العائله نتاعنا. وهذا الاسم هذا انا كنقول لك حنا كنشرفوا به، لانه فعلا كان في المستوى، وشرفنا. ودي على هذا نعاود نزيد لك نقطة أخرى ما فيها باس. دابا حنا أنت راك خديتي 32 دقيقة نتاع اللي درتي في الفيديو نتاعك، ونشرتيه لنا بهذيك الطريقة هذيك اللي وصلت كاع لخارج المغرب. عندنا وليداتنا اللي هما خارج المغرب وصلوا هذاك الفيديو، عندنا وليداتنا كاين في ألمانيا في مدارس عليا تيقراو، وكاين عندنا ولادنا في داكار في السنغال اللي في مدارس عليا أيضا اللي تيقراو، وصلهم هذاك الفيديو اللي كيهين بوطيين مع الأسف. وحنا كنشرفوا بوطيين، وهذا هو الضرر، وهذا هو السبب اللي رجعنا انا نجي عندكم ونقول بحب هذا عبد الملك بوطيين يا اخي، بحب للصناعه التقليديه وكتقديره للصناع التقليديين واحترامه لهم في المعرض الوطني اللي دار في فاس، لا نتاع الجلد ولا نتاع المعدن والفضه ولا نتاع المجالات النباتيه ولا نتاع الفخار. اشنو كان كيدير السي بوطيين الشريف؟ كان كيكبر بالمعلمين القدام. انا غادي نجي عندك في الميدان ديالك اللي هو المعدن والنحاسيات، ياك في المعرض الوطني نتاع المعدن والنحاسيات، ما كانوش هادي كولوار كلهم مسميين باسماء نتاع الكبار نتاع المعلمين دفاس نتاع النحاس؟ ايوا،
الله ينعل اللي ما يحشم. وما عرفتش شكون دابا ولي قليل الترابي، واش اللي كيعترف بالصناع تقليديا وبالاثار نتاعهم في هذا الموروث الثقافي وهذا الموروث الحضاري اللي كتعرفوا مدينه فاس والمدن تاع الجهه كامله، ولا شي واحد اللي جا على فمك كتقولوا وكتلوح الهضره على هواها بدون بلا ما تفكر بلا ما والو، هي تجي تهين هكاك العائله وتهين سميتو. اسيدي راه دار في المعرض الوطني نتاع المعدن، راه سيدي راه دار كرم ودار تكريمات للناس نتاع المعدن، دار تكريمات نتاع الناس نتاع النحاس، وفي المعرض الوطني للخزاف جاب الناس اللي هما اللي ماتوا الله يرحمهم ويغفر لنا ولهم، ودار الاسم نتاعهم وداروا له الاسم نتاعهم في الممرات نتاع الزوار نتاع الصناعة التقليديين، وفي نتاع الجلد راه دار نفس العمليه. وهادو راه كان خاصك تفتخر بهم، وكان خاصك تقول لهم عوض ما تقول بوطيين قليل الترابي. ودابا انا ما عرفتش واش اللي عنده الوفاء للمعلمين ديالو واللي رباوه، وتجي نتايا ببساطه وتقول له قليل الترابي. ودابا انت غادي تحكم، انا عرفت انت الحكم وشكون هو قليل الترابي. ومع الاسف سيد المنسق الوطني بين عشرة الأقواس، وإن كانت هاد الصفة هادي لا تليق بك لأنك ما كتمثلهمش، ما تمثلش المنسق الوطني، خص تكون عنده فروع معترف بها في المدن وفي الجهات وقانونية، ولكني غير هكايا. أنا اللي كان الأسف هو أن دخلتي اسم تاعنا في واحد الصراع حزبي سياسي لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. أنت كدافع على حقك، على حقك ما كناقشوكش فيه، كنت تهضر معاه على الصفه نتاعو كرئيس الغرفه، ولكن نتايا ما عندكش ما كانش عندك الغرض انك تدافع على حقوق الصناع التقليديين، كنت مستهدف وكتستهدف عن قصد عبد الملك بوطيين كشخص واسم تاع بوطيين كعائله، وقحمتينا في واحد المتاهه اللي هي سياسيه محضه، وانت كنت اداه نتاع ناس اخرين، وانا متاكد بانك اداه نتاع ناس اخرين. وانا قلت لك البيت الشعري الاول، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك ان فعلت عظيم. ونفس باش بديت بهذاك البيت الشعري نتاع ذاك الشاعر اللي غتبحث عليه وتعرفوا شكون هو، غادي نقول لك انا ايضا كمالا نتاع ذاك القصيده الشعريه نتاع ابو الاسد الدؤلي، وهو ان واذا عتبت على السفيه ولومته في مثل ما تأتي فأنت ظلوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.